بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، نحتفل بهذا اليوم بمغاربة العالم أينما كانوا، ومغاربة العالم بصفة عامة متمسكون جدا بالوطن الأم ديالهم بالمغرب. ولكن عندنا واحد يعني واحد القضية خصنا ضروري نساعدوا الأجيال الصاعدة، بحال إسبانيا كنهضروا على الجيل الثاني، ولكن في الدول الأخرى بحال بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فرنسا كنهضروا على الجيل الرابع ولا الجيل الخامس. إذن هنا خصنا نعملوا نخدموا بزاف على تقوية الهوية المغربية لدى الأجيال الصاعدة، الأجيال الجديدة اللي تشربوا من الثقافة دولة ديال الإقامة والدولة ديال الأم، الدولة الأم، الوطن الأم. بالنسبة للجيل الأول ديما كنقول أنه ما عندناش مشكل كبير، أنه بطبيعة الحال أي المشاكل اللي عندنا على مشاكل أي مواطن داخل المغرب، القوت اليومي، التربية ديال أولادنا إلى آخره. ولكن يعني كنشوفوا أنه حاليا كان واحد الأزمة في المبادئ الإنسانية بصفة عامة. إذا التربية أولادنا ديال أولادنا خص تكون عندهم أهمية كبرى، الأجيال الصاعدة إذا لذلك يجب تقوية الهوية المغربية. يعني هذا الشيء اللي كنطلبوا مثلا من السلطات المغربية المسؤولة عن ملف الهجرة أن يشتغلون في هذا الملف، ملف الأجيال الصاعدة. أما الجيل الأول مثلا احنا في إسبانيا، يعني ربما المطلب الوحيد الذي لدينا هو إشراكنا في العديد ديال المشاريع اللي كاينة اليوم في المغرب. الحمد لله مشاريع كبيرة وعملاقة، يجب على المغرب الاستثمار في الكفاءات المغربية في الخارج لتقوية خاصة العنصر البشري.